بلشت رسم من أنا وصغيرة، حسيت حالي كتير مختلفة عن الأطفال الباقيين. كنت حب أرسم، أي مبلغ يجيني كنت أشتري فيه ألوان، أي جريدة، كتاب، مجلة أصقص منها صور، أعمل أشياء، اخترع شغلات. حسيت إنه عندي شيء هيك، دايما لازم أعمل شيء جديد، دايما لازم اخترع. حتى أمي حست إنه أنا مختلفة، دايما تقلي ظهري العبي مع الأولاد، وأكيد كنت ألعب، بس إنه كان أحلى وقت عندي لما أقعد أنا والألوان وبلش أرسم. فمن هونيك عرفت إنه قدري هو الرسم وبلشت. مثل كل إنسان بهالدنيا أكيد عندي رسالة، والفنان رسالته عادة بتكون كتير راقية، لأنه بيتعاطى بمجال كتير راقي. والفن التشكيلي فن مدهش، لازم الناس تقرب ليه أكتر. أنا مبدئيا هاي رسالتي، إنه أنا أقرب الفن التشكيلي للناس، رغم إنه أنا بشتغل بأصعب يمكن مجال يفهموه العالم، اللي هو الفن التجريدي. بس أنا رغم هيك بحاول كتير أقرب للناس. لما يسألوني شو ما علي نسألك عن شغلك، نحن ما بنعرف، بحكي من قلبي شو بعمل وكيف بلشت وكيف تغيرت وكيف تطورت، لأنه أنا بدي الناس تقرب. أكيد هي رسالة بتخص الإنسانية بالدرجة الأولى. شغلي بيتعاطى مع الإحساس بالأشياء، مع الموسيقى البصرية تبع اللون، بحس إنه أنا بسمع اللون أكثر ما بشوفه. بشكل عام، غربته وانتظاره، وجعه وفرحه، أي شيء بيهمه. وبعد فترة، يعني بعد ما جربت كتير كتير أساليب، حسيت أنا إنه في هيك فكرة عم تعن علي، قلت ليش لا، خليني أجربها. وهي نبعت من فلسفة إنه أنا بدي أرسم عالمي وأرجع دمره شوي شوي وخبيه وأترك منه نوافذ. من هون بدأت فكرة التجريد يعني. والحمد لله أنا بحس إنه بعد كتير في اشياء لاكتشفها بهاي العالم، ومستمرة بالتجربة، وبضل في كتير اشياء لتعيشني وعيشها. مثل اي انسان بيتأثر بكل شيء حواليه، بس بيكون تأثره شوي زيادة لأنه إحساسه شوي مختلف عن الناس الباقيين. أنا بالنسبة إلي الملهم الأول كان إلي هو الطبيعة الحلوة اللي بلبنان. نحن أولاد ضيعة، وضيعتنا كتير حلوة، طبيعتها رائعة. عنا أرض، كان دايماً استلهم ألوان من الأرض، من جمال الصخور، من جمال السماء، من كل شيء. كل الطبيعة هي المعلم والملهم الأول للفنان. والحمد لله أنا بعدني لهلأ بستفيد من كل لحظة بظهر فيها. يعني هلأ مثلا أنا بالإمارات، بحب البحر، بحب الصحراء، الألوان، السماء، الشروق، الغروب. كل لحظة ممكن الإنسان يستلهم منها شغلات. وغير أنه إذا بدنا نحكي عن الأشياء الاجتماعية، الأشياء اللي بتصير حوالي الواحد، الكوارث يمكن مرات يعني بتحزنك وبتجي بدك تعبر عنها. بلشت مسيرتي بالرسم من خلال معارض بسيطة شاركت فيها بلبنان، كنت بعد تلميذة بالجامعة، كنت كتير مبسوطة. بعدين جيت على الإمارات وانتسبت لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وبلش الحلم يكبر، بلش الاحتراف أكتر يتعمق، بلشت خطواتي تصير جدية أكتر. حسيت أنا أنه بلشت تصير قدام مسؤولية مش سهلة. الفن شيء أبداً مش سهل يتعطى الواحد، لأنه أنت بدك تتميز وبدك تعمل شيء مختلف عن كل اللي موجود، فهذا شيء كتير صعب. بس حسيت أنا أنه هذا قدري، ولازم أمشي فيه للآخر. لازم ما في شيء يوقفني. واللي عنده حلم، وحلم صادق وحقيقي، وبيشتغل من قلبه، بيوصل ولو على البطيء، بس طالما خطواته ثابته بيوصل بإذن الله.